ساكن دي يا محروس؟ وقلت لي يا محروس؟ والله يا ابا الحاج انا لا قلت ولا عدت. انا كل اللي انا يعني لا مؤاخذه طلبته يعني طلبت القرب. هو اللي يطلب القرب يكلم الحريم ولا الرجاله؟ والله يا ابا الحاج انا كل اللي انا قلته يعني ان انا يعني قلت استاذنها يعني يمكن توافق او ترفض مني غلبان يعني. يا راجل غلبان؟ غلبان ايه؟ انت مش غلبان، انت خدامها. تعال. قلت لي ايه؟ والله يا بلحاج انا ما قلت ولعت، انا لقيتها جايه من على السكه كده، فقلت لها والنبي يا ست فوزيه تسمحي لي بكلمتين وبس، كل ده اللي انا قلته. الكلام ده عشان عقلك ما يوزكش تكلم حريم عبد الحكيم تاني، فاهم يا فاهم؟ انت انت ولا انت ايه؟ جحش جحش يا بلحاج جحش. جحش؟ طيب يا جحش قلت لها ايه يا جحش؟ ها؟ قلت ايه؟ ما قالتش حاجة، ما قالتش حاجة، سابتني ومشت. أبا الحاج لو أنا كنت زعلتها في حاجة ولا اتضايقت مني في حاجة هروح أبوس رجليها. شت خلاص خلاص. وأنت بقى معاك إيه عشان تقدمه شبكة ليها؟ ها؟ كل اللي حيلتي تحت امرك يا ابو الحاج. كام يعني؟ انا دبرت من شغلي 10,000 جنيه. 10,000 اجيب بيهم ايه؟ شربات؟ روز انا موافق انك تتجوز فوزيه. ربنا يخليك يا ابو الحاج وما يحرمنيش منك. بس خلي بالك القلم اللي انت اخدته ده عشان طول عمرك تفتكر انك بعد ما بقيت جوزها بس برضك خدمها، فاهم؟ خدام ومداس في رجليها. شبك علي أنا. ربنا يخليك يا أبو الحاج، ربنا يخليك وما يحرمنيش منك أبدا. بس لو جت فوجية في يوم من الأيام واشتكت منك لازم تعرف إنك بتبقى بتحفر قبرك بيدك. أحفره من دلوقتي، ولو اشتكت مني ولا اتضايقت أدفن نفسي فيه من دلوقتي، وربنا يخليك ليا يا رب. لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا ابو الحاج. امشي امشي. السلام عليكم. بجديه بتلعبي من ورايا يا فوزية؟ حبيبتي 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 محروس كان جاي يخطبك صح؟ سكت ليه يا بيت؟ ايوه صح. ليه 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 ليه؟ يا الف نهار ابيض، الف مبروك، فرحت لك من قلبي يا بيت. لا ده انا واخده على خاطري منك. يوه واخده على خاطرك ليه؟ يا اختي قولي لي انه جاي عشان افرح معاكي. طب تصدقي انا طول الليل يا فوزيه ابكي كده واكلم ربنا يا رب دي غلبانه وكانت حلوه والله، يا رب حرام فك نحسها دي كبرت وعنست والحمد لله ربنا سمع دعايا. امال ونصفك يا اخته بمحروس ماله؟ تقصد ايه يا جبريه؟ يعني مش وحش؟ لا حلو والله
وان شاء الله ان شاء الله كده ربنا يرزقك ببت ولا ببتين حتى ولو في بطن واحده عشان تلحقي امها ليه. والحمد لله ادك صبرتي يا اختي ونولتي، والله محروس مش عارفش قوي يعني. لا حلو يا اختي، كويس كويس. صبرتي ونولتي؟ ماشي يا جبريه. تقصد ايه الوليه دي بسبورتي ونولتي؟ يمكن عشان محروس كان اجري عندنا؟ كده بتكديني يا جبريه؟ بس خلاص قولي اللي تقوليه واعملي اللي تعملي كمان. انا خلاص بختي جاني والنحس تفك. وبعدين ماله يعني محروس عشان غلبان؟ انا حكبر وعليه وحخليه زنت الرجاله كمان. ايوه امال ايه، وانا قليل اياك. تبقى الولية خايفة لطالب بحقي من عبد الحكيم وبمالي كمان، عشان كده عبد الحكيم ضربه وكسره وحسس انه ولا حاجة. مش مهم، المهم انه محروس بيحبني وانا كمان هحبه. ايوه امال ايه، مش هيبقى جوزي وهتبقى راسي براس اي حرمة في البيت هنا من هنا ورايح. وهعمل فرح كبير 10 أيام بلياليهم، هوكل الناس وشربهم عشان يحلفوا بفرح فوزي. وحجيب عوالي، حجيب عوالم يرقصوا ومغنواتية وحوزع فطير وجرس ورز ولحمة وكحك كمان. بس عبد الحكيم مش هيرضى، هيقول لأخوك لسه ميت. ما اللي مات مات خلاص، الله يرحمه بقى، وانا حشيل هم اللي مات كمان. كان مين شال معايا الهم اياك؟ ما كفايه السنين اللي راحت من عمري. طب والله لو ولعها وحخلف يا جبري واجيب عيال يملوا علي البيت وحقهرك يا جبريه. خبر يا دلال، هو انا مش قلت لك عطلي جواز فوزيه؟ والله يا ست جبريه انا عملت كل اللي قلتيلي عليه، والعريس راح خلاص مش راجع تاني. محروس كان عندنا النهارده بيخطبها. محروس مين؟ الاجري؟ اه المرمطون بتاعنا. لا انا معرفش عنه حاجه واصل. دلال صدقيني يا ست جبريه. ماشي معلش، المهم شوفي له حل ووقف الجوازه، اربطيه قطعيه خليها تشوفه قرد. هو ناقص وماله بزياده ده قردين. سلامنا يا رب، ارحمنا وابعد عننا الشر واهل الشر يا كريم. الطاحونه صرخت. في ايه؟ الطاحونه دارت. مالك مالك يا ست جبريه؟ الطاحونه دارت. طيب اقول لك ايه، انا هجيلك بس الحكايه دي محتاجه ميه. فوت عليا فوت عليا. ايه يا ماما؟ مش هتدخلي؟ والله يا بنتي ما انا عارفه ادخل ولا ما ادخلش. يعني جايبانا لحد هنا ودلوقتي مش عارفه؟ طب ما كنا قعدنا بقى، ايه اللي خلانا نيجي؟ عايزه اخلص الحكايه دي ونخلص بقى. خلاص بقى يبقى ندخل. قلقانه اخش يا زينب؟ لا نمسك في حنق بعض ويبقى شكلنا وحش. طب خلاص يا ماما، تعالي دلوقتي نروح عند خالي ونقعد شوية وبعدين نشوف هنعمل ايه. الله يرحمك يا عبد الله، كان
ابن عز وابن اصول وتبهدل وتمرمط مش عشان اتجوزني، لا عشان الغل والجشع اللي في قلوبهم. وجيتي للحق يا زينب، انا قلقانه قوي اقف قدام عبد الحكيم عشان عبد الله كان بيحبه قوي، وخايفه عبد الله ياخد على خاطره مني واقلقه في منامه. مين قالك ان بابا ما كانش عايز حقه يا ماما؟ فريق نشف معاه، وابوكي لو كان عايز حقه كان طلبه. مش يمكن كان عايز عبد الحكيم هو اللي يجيله ويقوله ان عمر الدم ما يبقى ميه، وان يديله حقه ويقوله ان هو غلطان؟ خلاص يا بنتي، ابوكي مات والدم بقى ميه يا زينب. خلاص يبقى احنا نعمل اللي في مصلحتنا وبس. عندك حق، يلا نخش واللي يحصل يحصل.